شوف، هو من اليوم الاول وانا قلت لك هو صراع. نعم. تقدم تقول ان هم شوف العزم والحسم وتحالف السياده من 11 نائب عضو مجلس محافظه شكلوا تحالف اسمه تحالف بغداد، وعلى ضوء هاي التحالفات استمرت في الموصل وجرت في صلاح الدين والموصل وديالة وبعض المحافظات السنيه. بالعموم هسه انا ماذا اذهب الى هاي؟ هو اكو صراع، يبدو انه اكو صراع بين تقدم وتحديدا بين السيد عمار الحمداني والسيد عمار القيسي. عمار الحمداني لم يحضر، يعني انا هسه اعوفك من الاقاله هي قانونيه او مقانونيه وشنو الاجراء اللي راح يروح. هو انت اليوم عضو مجلس محافظه والناس منتخبتك، انت غير تجي تحقق مطالب جماهيرك، انت شنو غايب؟ يعني مستهين بالاصوات اللي ينطوك اياها النواب، الناس غير تقدم لهم خدمه لو قاعد تفرفر بسياراتك، مع احترامي لشخصه طبعا. يعني انت اليوم انت الناس انطتك اصواتك، هسه بغض النظر انت اليوم عندك مشكله سياسيه ويا السيد رئيس مجلس المحافظه او ويا المحافظ او تريد تغير الخارطه، لكن انت ما تداوم. هسه اليوم اي موظف ما يداوم غير الدوله تفصله، تمام لو لا؟ صح. بغض النظر هسه هي عن اسباب الاقاله هي صحيحه او مو صحيحه، هاي القضاء هو يقوله، لكن يقول انه 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 عاد هاي الاقاله صحيحه او مو صحيحه. لكن انا جاي لهم اريد اسال سؤال، انت اليوم الشعب جاك مباك اصوات حتى تجي تقدم خدمات للناس، بالضبط بالضبط والله صحيح، وتراقب مؤسسات المحافظه وتراقب المحافظ ونائب المحافظ انتم بعدكم 6 اشهر، طيب جمعتم تواقيع 22 توقيع، بعد يوم انسحبوا 3، وبعد يوم صدروا الكتاب، اذا تحب اقرا لك الكتاب مال سحب الاستجواب بجامعين 29 عضو مجلس محافظه بالغاء الاستجواب. يعني هذه فوضى داخل مجلس محافظه، يعني هاي ارباك. انت اليوم على شنو تستجوب رئيس المحافظه رئيس مجلس محافظه غير عندك اسباب موجبه؟ هسه فلنفرض اليوم انت حققت استجواب وهذا قانوني، اي عضو وين المشكله؟ محافظة. وين المشكله باستجواب رئيس مجلس محافظه؟ ابدا ماكو اي مشكله، اجراء طبيعي وقانوني، ابدا ماكو اي مشكله. اذا 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 رئيس مجلس المحافظه بغض النظر عن رئيس مجلس محافظه بغداد او الانبار او صلاح الدين او نينوى او البصره يقصر بعمله، اكيد المجلس هو من يحاسب رئيس المجلس، تمام لو لا؟ ما بيها شيء، هي هذا العمل الديمقراطي اللي الناس تتبعه. ولكن انت اليوم خلال 6 اشهر انت شنو حققتم؟ انت كل شيء بعد ما سويته، يعني انت اليوم المجلس واعضاء مجلس محافظه طلعوا وياي قبل يومين قال احنا كل شيء ما نسوي، واحنا والله عضو مجلس محافظه عن بغداد طبعا. نعم. قال احنا والله العظيم لو الناس تعرف احنا ايش جاي نسوي بمجلس المحافظه الا تفوت على مجلس محافظه وتسوي لنا مشكله. يعني انت اليوم خلال 6 اشهر والله ما اعرف، يعني هذا الارباك وهذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الصراع معيب. يعني انت اليوم تروح تتحالف على طبعا اذا مخالف السيد عمار القيسي طبعا اكو قانون اللي يحاسبه، تمام لو لا؟ نعم. اما انت اليوم هو صراع سياسي واضح، هذا الصراع السياسي، جامع 21 توقيع بصمه صوت صار 18 صوت. وبهذا الصراع السياسي نريد نقدم خدمه ونتحدث عن مجلس محافظه خدميه ونريد نبني بلد. واضح سيدي الكريم، هي قضيه وخصوصا في البيت السني، صراع لكسر الايرادات وكسر العظم، وانا سميته بعد اكثر من هذا كسر الانوف، فالقضيه طحن العظام، طحن العظام، فناس جاي تطحن عظام ناس وعلى شيء وكأني عيب يا اخي. هسه انت اليوم ما اخذت رئيس مجلس المحافظه، نعم. فمو خربت البصره.